الثورة. علي أهلا بك مرة أخرى. طبعا أود أن أعرف منك ماذا يحصل في العاصمة. العاصمة دمشق، وهذا يعني نتيجة وانعكاس لبشار الأسد تصريحاته أن الحل الأمني هو سيقيمين. هاجمت قوات بشار الأسد المتظاهرين في كفر سوسة، هناك إصابات خطيرة، أيضا هناك هاجموهم بالرصاص الحي في أكثر من حي، وهذا يعني يعتبر تصعيد وحشي في العاصمة دمشق لم تشهده من قبل. حي الحجر الأسود أيضا، وحي القدم، وحي العتالي، وفي كفر سوسة أيضا، وحوصرت المساجد في نهر عيشة في الميدان، وأيضا أطلقوا الرصاص عليهم. هناك انفجار في على الأوتوستراد، سمع صوت انفجار كأنها قذيفة كبيرة، الآن يستعملون كأنهم يستخدمون أسلحة ثقيلة في العاصمة دمشق، وهذه أول مرة، وهذا تصعيد وحشي في دمشق. وخرج جميعا يتذكرون مجزرة حماة، عندما كان يعني آباؤنا يرون لنا القصص كنا نحسبها أنها قصص يعني أسطورية أو من الخيال، لكن بعد أن شاهدنا العسكر يدوس على رأس أخي ويقول له بتكون حرية، وهذه يعني صرنا نصدق ما كانوا يرون طيب لنا. طيب بس خليني علي، بس لأنه التطورات مهمة جدا. الانفجارات اللي عم تتحدث عنها لم تعرف أسبابها، لم تعرف ظروفها. هناك انتشار أمني كثيف جدا، يعني يتوقع أنها قوات الأمن استخدمت أسلحة ثقيلة. طبعا هناك أحياء أخرى شهدت انتشار كبير، وهذه أكثر مرة مثل حي القابون لم نتحدث عنه، كان في انتشار يعني كبير جدا للقناصة ولعناصر الأمن بكل الحارات، وكان هناك يعني تطويق للجمع طيب. الكبير. طيب بشكل سريع علي، هل هذه التطورات اليوم للشام هي من بين الأعلى منذ بداية الثورة ولا هي طبيعية؟ لا ليست طبيعية أبدا. في العاصمة دمشق بالعادة لا يتم إطلاق نار ولا يتم استخدام أسلحة ثقيلة، يعني كان ويتم التعامل بشكل أخف حدة من ما شوهد في درعا أو في حمص أو مع أخوتنا في حما. العاصمة دمشق تشهد الآن تصعيد، وهذا يعني يعتبر مؤشر كبير. أكيد أكيد يعني يجب أن نتابعه ونراقبه، لأنه هذا مؤشر مهم. ماذا يحصل الآن في الشام لتتطور الأمور الأمنية بهذا الشكل؟ علي سنعود إليك مع كل تطور خلال هذا اليوم. أشكرك حتى اللحظة علي حسن، المتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية، كنت معي عبر الهاتف من دمشق. والآن إلى حمص، هذه المدينة طبعا هي التي تشهد أعنف المعارك إجمالا، وهذا الأسبوع أيضا الجيش الحر تمكن من السيطرة على مستوصف استخدم كثكنة عسكرية من قبل الجيش النظامي، كما سيطر على 7